بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة، وكتعلقنا طبعا بالتربية المدنية القسم الخامس ابتدائي. المرجع هو المفيد في الاجتماعيات. إذا الدرس العاشر، أحترم القانون في استعمال الطريق. أهداف تعلماتي: أتعرف قانون السير وأنا أستعمل الطريق، أدرس حالات توضح استعمال الطريق في محيطي وأعبر عن رأيي، وأخيرا أعد بطاقة توجه الاستعمال الآمن للطريق رفقة أطفال في وضعية إعاقة. أبهد لتعلماتي: أثناء مغادرتي لمدرستي مساء، سمعت صوت جاري سمير الواقف على الرصيف المقابل يناديني: محمد محمد هيا أسرع. حاولت عبور الطريق جريا للالتحاق به، غير أنني فوجئت بسيارتي الأجرة وقد صدمتني لأسقط على الأرض. حينها قلت في نفسي: لماذا لم أحترم قانون السير؟ نعم، أشتغل وأتعلم. دور النشاط الأول: أتعرف قانون السير وأنا أستعمل الطريق. لنتأمل معا وضعية مرورية لعبور الطريق. نعم، ها هي، لاحظوا الطفل محمد يريد أن يعبر الطريق، لكنه اختار طبعا طريق غير، هذا تصرف غير سليم. كان عليه أن يعبره من المكان الممر الخاص للرجيم، ممر الرجيم، من هنا ممر الرجيم. إذا فطبعا ثم كان لا ينبغي أن يجري أولا، ثم اختيار المكان الخاص بممر الراجلين. فلاحظوا أنه صدمته سيارة الأجرة. إذا تصرف، هل تصرف تصرف سليم؟ تصرف غير سليم، تصرف غير، نعم، غير سليم من طبعا محمد. أقارن وضعية عبور المتعلمين للطريق والكيفية التي عبر بها محمد، وأستنتج السبب في وقوع حادث السير. لاحظوا إذا قارنا مع الأطفال، فهم طبعا يعبرون الطريق من الممر الخاص بالراجلين، بينما محمد لم يعبر الطريق من الممر الخاص من الراجلين. الشيء الذي أدى إلى حدوث هذه الواقعة. إذا السبب في حدوث في وقوع حادث السير هو أن محمد لم طبعا يعبر الطريق من الممر الخاص. إذا السبب هو طبعا عدم عبور الطريق من طرف محمد من الممر الخاص للراجلين، من الممر الخاص للراجلين. نعم، الممر الخاص للراجلين. هل تحمي مثل هذه تصرفات الأطفال مستعملي الطريق من الحوادث المرورية؟ طبعا لا تحمي. بالنسبة لما الذي فعله الطفل، طبعا لا تحمي طبعا من طبعا الحوادث، لا تحمي طبعا من الحوادث المرورية. فأتحدث عن تصرفات محمد، تصرف لا تحمي طبعا من الحوادث، بينما الأطفال فهم طبعا يعبرون الطريق من الممر الخاص، فهذا طبعا تحميهم. نعم، نمر إلى التتمة، نتمم. عندنا هنا أتعرف قانون السير من خلال وضعية مرورية مختلفة. نعم، لاحظوا الصورة أليف، طبعا الضوء الأحمر مشتعل بالنسبة لهذه السيارة. إذا من حق الطفل أن يعبر الطريق، وطبعا من المكان الخاص به. باء، عندنا الصورة الثانية، باء، عندنا طبعا يبدو العالم قروي. طبعا الطفلان طبعا يمشيان على حاشية الطريق. نعم، إذا ما عندناش الرصيف، حاشية الطريق، وطبعا الحاشية اليسرى لقارع الطريق، الحاشية اليسرى لقارع الطريق، يعني وجها لوجه مع السيارة القادمة، باش يشوفوا السيارة القادمة. هنا طبعا الطفلان توقفا لأنهم أمام مرآب سيارة، طبعا توقفوا حتى تمر السيارة، ثم بعدها طبعا يتممون الطريق. الطفل هذا الوضعية الثالثة، طبعا صاحب الدراجة طبعا يسير في الممر الخاص بالدراجات. نعم، فهذا تصرف سليم. أحدد مكان وجود طفل الرسم آليف، طبعا وفسر التصرف الإجرامي. إذا المكان ديالو بالنسبة للطفل في آليف هو في ممر الراجلين، ممر الراجلين. نعم، تصرف سليم، تصرف طبعا سليم، تصرف سليم. علاش؟ لأنه انتظر أن يشتعل الضوء، طبعا هنا الضوء الأحمر بالنسبة للسيارة توقف، فهو من حقه أن يعبر الطريق في، خاصة في هذا الممر الرجيم. نعم، أصف مكان وجود متعلمين الرسم. باء،
طبعا يوجدني على الحاشية، باء ندير باء الحاشية طبعا اليسرى، طبعا الحاشية اليسرى لمن؟ لقارع الطريق، نعم لقارعة الطريق، حتى يكون وجها لوجه، مع السيارة، القادمة، السيارات طبعا القادمة، يعني السيارات اللي يجوا من الاتجاه كلهم يشوفهم. إذا طبعا باء المتعلمين جو على الحاشية اليسرى لقارع الطريق وجها لوجه مع السيارة القادمة طبعا تفادي حدوث حوادث. قلنا هذا تصرف أفسر باعتماد على الرسمين جيم ودال، ها جيم ودال، السلوك الذي قام باتفاقه، والطفل راكب الدراجة. إذا بالنسبة طبعا الجيم توقف، الطفلان لأنهما أمام مرآة بيارك جراج حتى تمر السيارة، ثم بعدها يتممون طبعا سيرهم. وبالنسبة لدال نعم حسن، الطفل راكب الدراجة طبعا يمر في الممر، الخاص بالدراجات، نعم بالدراجات، جيد، هو غادي في الطريق الخاص بالدراجات. فطبعا هذه التصرفات كلها سليمة طبعا تحمينا من الوقوع في الحوادث. نعم سنقرأ بعد طبعا مستعمل الطريق، ونمي معجمي مستعمل الطريق، الراجلون، سائق الدراجات الهوائية والنارية، المواشي، العربات، الآلات الفلاحية والعربات المجرورة وغير ذلك. حادثة سير يعني حادث مفاجئ وخطير ناتج عن اصطدام مركبة بأخرى أو بإنسان أو حيوان، تنتج عنه أضرار طبعا بدنية ومادية. السلامة الطرقية، التنقل داخل الفضاء الطرقي طبعا بشكل سليم، وذلك باحترام قواعد السير والمرور كالعلامات الضوئية، ممراجين، إشارة الشرطي، تجنب أخطار الطريق وحوادث السير. نعم نمر إلى طبعا النشاط الثاني، أدرس حالات توضح استعمال الطريق في محيطه وأعبر عنه. هذا طبعا وضعيات لا يحترم فيها قانون سير الطريق، هذا الترامواي، لاحظوا هذا الشخص يعني يدير قبعة طبعا ديال الإنصات، سماعات طبعا، ويعبر الطريق دون أن ينتبه إلى ترامواي. البنت طبعا تجري وسط الطريق طبعا، تعبر طبعا الطريق. هنا طفل يعني ينزل من الحافلة، ولا زالت الحافلة تسير. نقرأ هذه الوثيقة، أصيب طبعا أحد الراجلين بجروح بعد أن صدمه الترامواي أثناء عبوره لمحطة السلة، وهو يضع سماعة الهاتف المحمول في أذنيه، نعم يحمل السماعة، إذ لم ينتبه للترامواي الذي كان يسير بسرعة 20 إلى 25 كم في الساعة، وقد نقل الضحية إلى مستشفى مولاي عبد الله بسرعة. نعم هذه وكالة المغرب العربي للأنباء تخبرنا بهذا الحدث. ألاحظ الرسوم، الوثيقة ثلاثة، نعم الرسوم الوثيقة ثلاثة، أصف الوضعية المرورية للطفلين، الأول أمام السيارة وطبعا والثاني في باب الحافلة، وأبين هل كان تصرفهما سليم. طبعا تصرف غير سليم لا بالنسبة للباء والجيم، تصرف طبعا غير، ما كتبانش تصرف غير سليم. فبالنسبة مثلا للجيم، الطفل في الجيم طبعا التصرف ديالو عنصره انه ينزل، من الحافلة ولا تزال الحافلة تسير، لا تزال الحافلة تمام، لم تتوقف، لم تتوقف، فهذا تصرف غير سليم قد يحدث طبعا يشكل خطرا ويوقعه وتصبح عندنا حادثة، قد يسقط على الأرض وقد تكسر أحد رجليه أو يديه. إذا ينزل من الحافلة ولا تزال الحافلة لم تتوقف. نعم أتمعن في رسم الترامواي، نعم إذا لاحظت رسم الترامواي يبدو كأنه وحش يعني، وأقرأ النص الذي قرأناه، ثم استنتج السبب في وقوع الحادثة. السبب هو عدم الانتباه إلى الترامواي، عدم الانتباه للترامواي، نعم الأولى طبعا وضع سماعة الهاتف في أذنيه،
هذه وضع سماعة الهاتف في أذني، هذه تجعله لن يستمع إلى صوت ديال الترامواي، أو طبعا لن يستمع إلى طبعا صوت ديال الترامواي. لو كنت مكان الأطفال في الرسم المبوجين، ما القواعد التي ينبغي اتباعها لضمان سلامتي؟ إذا أولا انتظروا الحافلة حتى تتوقف، بعدها انتظر الحافلة التوقف، بعدها طبعا انزل، وطبعا احتاط من طبعا السيارة اذا كانت فيه، طبعا تخرج من المرآب من الكراج. اذا ما قواعد مثلا؟ اذا القواعد هو طبعا قلنا خاصة بالنسبة للطفل اللي ينزل والحافلة لا زالت تمشي، يعني لم تتوقف، انتظر الحافلة حتى تتوقف، بعدها طبعا انزل. طبعا وضعيات يطبق عليها، نعم وضعيات يطبق عليها قانون السير على الطريق. لاحظوا جيدا الوثيقة 5 هي هذه، طبعا هنا الإشارة الحمراء، إشارة المرور الحمراء هي المشتعلة، بالتالي يمرون الطفلان طبعا في الممر راجلين، فسلوك طبعا تصرف سليم. طبعا كذلك هنا اشتعال الضوء الاحمر معنى ان سائق الدراجه يتوقف، وانه يمشي في الممر الخاص به يعني اقصى اليمين، ثم السير توقف، والمراه طبعا ابنها طبعا تعبر الطريق الممر في ممر راجلين. وهنا الضوء الاحمر بالنسبه للسياره والدراجات توقف. بالنسبه اشرح لماذا اختارت الام ابنتها الطفل متوجهه الى المدرسه عبور الطريق من خلال الممر الخاص بالراجلين. اذا لماذا اختارت؟ إذا طبعا من أجل سلامتها، وسلامة من أجل سلامتها أولا طبعا، وطبقت هي طبقت قانون السير على الطريق، قانون السير على الطريق هي طبقته حماية لها وحماية طبعا لابنها. وأعلل التصرف الذي قام به الطفل راكب الدراجة أمام العلامة الضوئية، نعم في الوثيقة 5. إذا توقف نعم أشرح لي، أعتذر، قلنا أعلن التصرف الذي قام به الطفل راكب الدراجة أمام العلامة الضوئية، العلامة الضوئية المشتعلة حمراء، فهو توقف إذا فهذا التصرف طبعا، وثم طبعا ترك مسافة بينه وبين ممر الراجلين، طبعا ترك مسافة بين ممر الراجلين، وطبعا وثم توقف لأنه اشتعل الضوء الأحمر. لاحظوا الوثيقة 6، لماذا يسير الأطفال واحد بعد الآخر بدل أن يسيروا متنا أو جماعة دفعة واحدة؟ ليش مش متنا؟ طبعا هو الالتزام بأقصى اليمين، نعم الالتزام بأقصى اليمين، يخليهم يمشيوا واحد تلو الآخر. أوضح لماذا يرتدي الأطفال القبعة الواقية؟ طبعا ارتداء الواقية طبعا تحمي رأسه، تحميه لحماية الرأس، لحماية الرأس طبعا من كل المخاطر، نعم حماية. وفسر العملية التي يقول الطفل الذي في الخلف، نعم القيام بها طبعا، هذا يخبر السيارات الخلفية، يخبر السيارات طبعا القادمة من الخلف، القادمة من الخلف، يخبر السيارات القادمة من الخلف أنه طبعا ينعطف أو يدور، يدور ينعطف، يدير انعطاف، نعم هنا انعطاف بين قوسين الانعطاف يعني انفراج، الانعطاف نعم. وماذا يحتاج راكب الدراجة عند غروب الشمس؟ إذا عند غروب الشمس تكون عنده، إذا يحتاج صاحب الدراجة إنارة، تكون عنده الضوء إنارة أمامية في الدراجة وخلفية، ثم قبعة واقية مضيئة، ثم تكون عنده بدلة لباس، بدلة طبعا تحمي واقية ليلبسها، وتكون مضيئة باش يبان السيارات للسائقين. أبدي رأيي في هذه السلوكات المرورية طبعا، تصرفات سليمة،
تصرفات طبعا الرأي هي تصرفات أو سلوكات سليمة، وطبعا تم الالتزام بقواعد مدونة. نعم، تم الالتزام بقواعد السير أو المرورية، نعم، مدونة السير. وما دوره في حماية من الأخطار؟ طبعا الدور دياله هو تجنب أو الوقاية من الحوادث التي، طبعا حوادث اللي عندها أضرار بدنية طبعا ومادية، أضرار بدنية ومادية. طبعا هنا نقراو هذا الراجل، كل شخص ماشي على الأقدام في الطريق العمومية بما فيهم سائق وعربات أطفال وعربات معاقين وأشخاص هذا. المهم هذو قراوهم رسم مهم من المعلومات. نشاط ثالث، أعد بطاقة وجوب استعمال الآمن الطريق رفقة أطفال في نوعية إعاقة. نعم، الراجلون بطاقة سلوك احتياطات وقائية لعبور الطريق بشكل آمن. الراجلون السلوك الآمن لعبور الطريق في المدينة، نبحث دائما عن أقرب ممر للراجلين. في حالة عدم وجود ممر راجلي لا يبعد بأكثر من 50 متر، نبحث عن مكان يسمح لنا أن نرى ونرى، نشوف ونرى بوضوح. نسير بحذر على أقصى يمين راسي مزيان لتجنب الاصطدام بإحدى السيارات أو خروجها من مرآب خاص بها. نتقدم إلى حافة الرصيف ثم نلقي نظرة على اليسار أولا وأخرى على اليمين قبل العبور. إذا كانت السيارة واقفة على جنبات الرصيف، زوينة المعلومات، طبعا نتقدم إلى حدودها لنرى بشكل جيد قبل العبور. إذا في البادية تكون الرؤية مكتبان شيء. نعم، نقرأ هذا الشيء كامل، المهم. إذا عندنا في البادية لتكون الرؤية واضحة، نسير على الحاشية اليسرى لقارعة الطريق وجها لوجه مع السيارة القادمة. وطبعا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو على كراسي متحركة لهم نفس الحقوق في السير على الطوار وفي الجانب الأيمن من الطريق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. نعم، هنا تلاحظوا هنا عبور الطريق، الطفل نعم يعبر في ممر خاص للراجلين. هذه طبعا هذا طبعا ربما هنا المرآب، هذا تصرف غير سليم. هنا نعم، لما كانش كنا في البادية أو كنا بعيدين عن ممر الراجلين، التفت يسارا ثم يمينا عاد أعبر الطريق بشكل عموديا. نعم، الآن نلاحظ طبعا اللعب على حاشية الرصيف، يعني بحال اللي كنشوفو هنا حيث التوازن التسابق، هادشي طبعا سلوكات غير طبعا مقبولة. هنا قال لنا أذكروا بعض القواعد العبور الآمن للطريق الراجلين في المدينة. إذا بعض القواعد هو طبعا طبعا السير على الرصيف، على أولا عند عبور الطريق لابد من الممر الخاص بالراجلين، وعندما إن لم يكن هناك ممر للراجلين فطبعا ها هما بعض القواعد، هما هادو طبعا قاوهم، ها هما هادو قواعد نستعملها طبعا عند عبور الطريق. إذا بلا ما نعاود نقراوهم باش نربحوا الوقت. ثم أتمعن في نماذج بدعية مرور واحد لعبور الطريق وبدير إي فيها. نعم، هنا تصرف سليم، تصرف غير سليم، هذا تصرف غير سليم طبعا وهذا تصرف سليم. نعم، إذا ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها على الرصيف أو أثناء العبور؟ أثناء على الرصيف يعني ينبغي عند أثناء العبور لابد طبعا من ممر الراجلين، ثم طبعا أنتظروا حتى طبعا يشتعل الضوء كي أعبر الطريق في ممر الراجلين. أذكر مثال من الاحتياطات التي ينبغي على الرجل اتخاذه لحماية نفسه من أخطار الطريق. فطبعا الاحتياطات هو أنه عدم طبعا نبحث دائما عن اقرب ممر للراجلين، نسير بحذر على اقصى يمين الرصيف طبعا لتجنب الاصطدام باحدى السيارات. طبعا ثم هادو بعد طبعا اقوم تعلماتي. لاحظوا هذا الجدول، هذا عندنا هنا في الوضعيات وعندنا واش العبور سليم او غير سليم ونفسرو. نشوفوا هذه الوضعيات، ها هما طبعا عندنا هذه الوضعيه مثلا الاولى. فطبعا يبدو ان هذا ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا اخذ مكان خاص به. نعم، فطبعا تصرف طبعا سليم. بالنسبه طبعا الصوره الثانيه،
مادام ان الضوء الاحمر مشتعل بالنسبه لهذه السياره هذا، فتعبر الطريق في ممر خاص رجل، فهو تصرف سليم. بالنسبه لهذا الثالث تصرف غير سليم، فطبعا لم اولا لكن ينبغي ان يمر من مر الراجلين، عدم طبعا احترام قوانين السير. بالنسبه للاربعه هي عدم احترام، كان عليها ان التزام اقصى اليمين، التزام اقصى اليمين، فهذا تصرف غير سليم. الخامس هنا طبعا شاعل الضوء الاخضر، لاحظوا الضوء الاخضر، اذا هذا تصرف غير سليم مادام كاين الضوء الاخضر، او بالاحرى ما كاينش الضوء الاخضر ياك. اذا لم يكن الضوء الاخضر حسب رؤيتكم هنا، اذا ما كانش الضوء الاخضر شاعل فطبعا تصرف سليم. وستة المرأة وابنيها، طبعا تصرف سليم لانها طبعا تريد ان تعبر في الممر الخاص للراجلين، وثم تنتظر طبعا الضوء يشتعل لكي تمر، فأضع ذلك